عبر سكايب ينضم لنا مازن الشامي مدير مكتب وكالة قاسيون في دمشق وريس فيها. مازن مساء الخير، أهلا بك معنا. دعنا نبدأ من موضوع دخول المساعدات، هذا الحدث يعني المهم بعد سنوات من الحصار. دخلت شحنة من المساعدات إلى بعض المناطق المحاصرة في الغوطة، ما المناطق التي دخلتها المساعدات وإلى أي مدى غطت هذه المساعدات بعض الحاجيات العاجلة؟ نعم مساء الخير. حقيقة يعني لأول مرة في تاريخ الثورة السورية يدخل مساعدات إلى منطقة المرج الواقعة في الغوطة الشرقية وتحديدا بلدة النشابية. طبعا دخلت حوالي كما ذكرتم في تقريركم 17 حافلة تحوي 1400 سلة غذائية. تصوري 1400 سلة غذائية، هذا يعني إلى 1400 شخص عائلة عفوا، وما يقطن منطقة المرج حوالي 11000 عائلة. أيضا كانوا هناك حوالي 1400 كيس من الطحين وكتب مدرسية وحتى يعني بعض الأدوات للتنظيف. كما ذكرت لك للمرة الأولى في تاريخ الثورة يدخل إلى منطقة المرج هذه المساعدات. طبعا فقط اسمحي لي أن أتحدث عن خبرين عاجلين في هذه اللحظة. منذ قليل اعتقلت ميليشيات أسد 16 من حرائر بلدة مضايا بالإضافة لأطفالهم أثناء محاولتهم الخروج من مدينة إدلب في الشمال والعودة إلى بلدة مضايا في ريف دمشق، وذلك بسبب الأوضاع المذرية والتقصير من المنظمات. الآن يعني الحرائر يحاولون أن يجروا مصالحة مع النظام ليتم الإفراج عنهم. أيضا في خبر عاجل، مظاهرة في هذه اللحظة في بلدة مدينة عربين في الغوطة الشرقية تطالب هيئة تحرير الشام الخروج من الغوطة الشرقية أو حل نفسها والاندماج ضمن الفصائل. نعم، طيب ماذا بالنسبة لخروقات الهدنة وإلى أي مدى يمكن أن تستمر هذه الهدنة ومدى التزام أطراف المعارضة المسلحة على الأرض أيضا بحسب المعلومات التي لديك؟ طبعا بالنسبة للثوار يعني نحن تواصلنا مع قادة ميدانيين أكدوا لنا أنهم أن يديهم على الزناد وأي محاولة تقدم أو اقتحام للنظام فسوف يتعاملون معها. طبعا نحن لليوم العاشر على التوالي ميليشيات أسد لا تتوقف وهي تستهدف مدن وبلدات الغوطة الشرقية، لكن اليوم أو اليوم العاشر الذي نحن فيه كان يعني الهدوء هو سيد الموقف على الجبهات وفي الغوطة الشرقية. شكرا لك مازن الشامي مدير مكتب وكالة قاسيون في دمشق وريفها، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.